السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد مع الاسف مجددا الاعتداء على اللاجئين في هايم للاجئين من قبل الحراس يعني اللي بيشتغلوا في هذا الهايم في مدينه هالباشتاد في مقاطعه زاكسن انهالت في الحقيقه تم كشف هذا الموضوع عن طريق فيديوهات تم نشرها على منصه يوتيوب في اثنين فيديو انتشروا على هالمنصه بتبين من خلالهم كيف عم يقوموا مجموعه من الحراس بالاعتداء على لاجئين وطرحهم ارضا وركلهم وضربهم بطريقه غير انسانيه في الحقيقه هذا الاعتداء تم في هايم للاجئين اسمه تساس يعني سنترال في في مقاطعه ساكسن انهال في مدينه هالبرشتات هنيك تم الاعتداء على هذين اللاجئين الفيديوهات هي تاريخ ظهورها يعود في الحقيقه للشهر الرابع من عام 2019 يعني صار عمره شيء ثلاث اشهر ولكن الان حتى تم الكشف عن الموضوع وتقديم شكوى لوزاره الداخليه لمقاطعه زاكسون انهل في مدينه مكديبوك مباشره قام وزير الداخليه بالتصرف السريع وتم اقاله هؤلاء الناس من عملهم وتوقيفهم عن عملهم ايضا وتحقيق ايضا وتشكيل فريق يعني للتحقيق من قبل الشرطه لكشف ملابسات هذا الحادث. علما انه في هذا الهايم يعيش ألف شخص وفي كل ورديه في عشرة اشخاص بيشتغلوا حراس يعني فاخ عادة بنسميهم ايضا السكيورتي بيكونوا هدول الفاخ لويتر بالعاده بيكونوا هن المسؤولين يعني عن امن هؤلاء الناس وليس يعني مهم مهمتهم القيام بالاعتداء على هؤلاء الناس مع الاسف احيانا بنسمع انه دائما شركات الحراسه وال السكيورتي هدول في بعض الناس وخاصة في شرق المانيا بنسمع انه بيعتدوا على اللاجئين داخل هيمات اللاجئين، لا تسكتوا عن هالموضوع ابدا اي عملية من هذا النوع حاولوا انه تقوموا بتصويرها وتقديم شكوى للشرطة لانه اكيد رح يحموكم ويتصرفوا بشكل كثير سريع، مع الاسف هاي الاشياء عم تظهر علما انه العقوبات عم بتكون قاسية جدا بحقها ولا يعني ممكن تصل للحبس يعني او لفترات طويلة ومع ذلك يعني في بعض الناس مع الاسف لسه من شركات السيكوريتي او الفاخ عم يقوموا بالاعتداء على اللاجئين في نزل اللاجئين علما انه الشركه اللي بتوظف هؤلاء هي شركه خاصه حصلت على العقد يعني للعمل في هذا المكان وهي اللي بتحط الحراس اللي بيشتغلوا على مدار الساعه في هذا الهايم عم بيقولوا انه 10 اشخاص بالورديه الوحده يعني على مدار الساعه 24 ساعه في الاسبوع دائما في مجموعة من الحراس موجودين يعني عادة لخدمة وحماية هؤلاء الناس ولكن مع الأسف بعض النفوس المريضة دائما تتجاوز حدودها وبتعتدي على الناس وبتحاول تستغل يعني منصبها في هذا الموضوع لا تسكتوا عن حقكم ابدا اي اعتداء من هذا النوع مرفوض ابدا وحاولوا دائما توثقوا هذا الشيء مثل مثلا تصوير هالعمليه بالفيديو لفضح هؤلاء الناس وتقديم شكوى ضدهم وبالتالي لكي يقدر القانون يحقق معهم ويعني ينزل بحقهم العقوبه المناسبه هذا كان كل شيء هذا الفيديو حبيت انشركم هذا الخبر راح لكم ايضا رابط الخبر ممكن تقروه باللغه الالمانيه تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته